هذه الشيخ بهجة مجتهد ومرجع. نعم مجتهد ومرجع. نعم شو رأيك بكتاب اللهجات للسبحاني؟ من أفضل الكتب العقائدية التي ألفت في هذا الزمان. كيف تثبت وجود الله؟ عزيزي هذا سؤال، هذا كلام طويل. إذا تريد أن تقرأ عن هذه القضية أنصحك بكتاب قصة الإيمان للشيخ محمد نديم الجسر، أو كتاب الله يتجلى في عصر العلم، وهو مجموعة مقالات لعدد من علماء الطبيعة الأوروبيين، وكتاب العلم يدعو للإيمان للكاتب الأمريكي كريسي موريسون، أو الدين يتحدى للكاتب الهندي وحيد الدين خان، أو كتاب آخر لعله لكاتب لبناني اسمه عبد اللطيف بري، نسيت اسم كتابه، كتابة جدا لطيف. شيخنا ما سبب عدم دخولك من باب النصح لعلاء المهدى وإن كان مخطئ؟ عزيزي دخلنا من باب النصح ولم ينتصح، دخلنا من باب النصح ولم ينتصح. أنا عندما دخلت أول مرة ما هاجمته بهذا الأسلوب، ولكنه عندما سمع بالتنبيهات استهزأ. تعرف أول مرة لما سمع بأنه قلت له مثلا هذا الكتاب ما موجود، يقول لي بابا روح اتعلم اقرأ. يقول له تعال روح اقرأ، يعني خلي ببالك. أنا الكتب اللي قاريها أكثر من يعني شو أقول لك، أكثر من الشعر اللي براسه. يقول لي بابا روح اقرأ، أنت ما تعرف. حتى الآن حتى هذه اللحظة لا زال يصر على أن كتاب الصراط المستقيم كتاب سني. إنسان مخبول، إنسان مو صاحي، حتى الآن ينشر روايات.